يو السلام دراك، واش بخير؟ واش مزيان؟ واش هذاك داكشي اللي بغيت؟ في الفيديو هذا غادي نشوفو كيفاش نحيدو طرف ديال الساروت اللي لاصق لداخل تهرس وبقى لداخل. خليكم معايا نشوفو الانترو ونرجع لكم. عندك ساروت مشقوق، حليتي الباب، تهرس الساروت وبقى الطرف لداخل. اليوم جبت لك الطريقة الصحيحة، طريقة سهلة بسيطة ما تاخدش منك جوج دقائق كتخرج طرف للداخل. فكما كتشوفوا معايا هنايا غادي نستعملوا الطريقه اللي منشوره في يوتيوب بزاف، هذه الطريقه هذه ديال الكولا ديال الشمع ديال البيستولي. المهم كما كتشوفوا معايا هنا سخنتها بريكا وغادي نحاولوا نجربوا الطريقه اللي شفنا في اليوتيوب. فكما كتشوفوا معايا يعني غنخليها حتى تبرد وغادي نجر. كما كتشوفوا معايا هنايا ما صدقاتش معايا، ما عرفتش واش من الكاليتي ديال الكولا ولا طريقه غير فعاله. المهم غندوزو للطريقه اللي نجيب لكم، طريقه اللي صحيحه سهله وزوينه. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي نجيبو كروشي ديال الوراق وغادي نحلوه بهذه الطريقه، هذه نحلوه كامل تيولي سطر، كنخليو واحد الزاويه قائمه بنين غنجرو، وداك الرويس اللي من الفوق كنعوجو واحد شويه، واحد الميليمتر هو اللي كنعوجوه. كما كتشوفوا معايا هنا كاين سيروت لداخل، انتما كما كتشوفوا هنا غادي نجبدو بطريقه سهله، جره وحده ها هو معاك. كما كتشوفوا معايا طريقه سهله بسيطه، ما تحتاجوش تجيبو معلم ولا شي حاجه، المهم طريقه فعاله تقدر ديرها انت وراسك سهله. كما كتشوفوا معايا هنايا دخلت الساروت لداخل باش نعاودو نجربوها وتشوفوا كيفاش غادي يخرج الساروت بطريقه سهله وبسيطه. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي نشد الراس دو غندخلوه نيشان، غنبقاو نهبطو راس كل سكه غادي نهبطوها وحده بوحده بوحده حتى توصل لوفون، وبعدها كدور هذاك الكروشي الفوق باش كيتجر معاه الساروت وكيخرج. هذه هي الطريقه ديالو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في الفيديو هذا واحد شويه، كنتمنى ما تبخلوش عنا بواحد لايك سبسكرايب. نشوفكم في الحلقه الجايه، ما تنساش تخلي لنا واحد كومونتير زوين، بارطاجي الفيديو مع شريك، بيس اند لوف. كان معكم مستر تاذا تي في، تشاو.